التأتأة عند الكبار، أسبابها، أعراضها وطرق علاجها. يعاني نحو 1% من السكان في كل بلد داء التأتأة والتلعثم وعدم القدرة على الكلام بطلاقة، والذي ربما يكون قد أصابهم لسبب أو لآخر. ورغم أنه ليس داء مؤلما وليس له أثر مرضي بالغ، وهو كغيره من العقبات الحياتية يتكيف الناس معه، فهناك كثير مما أصيبوا به أو عانوا منه وكانوا متميزين ومؤثرين كل في مجاله. لكن بعضا يضيق صدرهم به ويسبب لهم عائقا في أثناء ممارستهم حياتهم اليومية، على الرغم من كونهم يتمتعون بالذكاء والذهن المتوقد. ونظرا لأهمية هذه المشكلة وآثارها، خصص يوم 22 أكتوبر من كل عام لاعتباره اليوم العالمي للتأتأة والتلعثم، لرفع مستوى الوعي العام تجاه الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب. ما هي التأتأة والتلعثم؟ التأتأة نوع من التردد والاضطراب وانقطاع في سلاسة الكلام، حيث يردد الشخص المصاب صوتا لغويا أو مقطعا ترددياً لا إراديا، مع عدم القدرة على تجاوز ذلك إلا المقطع التالي. يلاحظ على المصاب بالتأتأة اضطرابا في حركتي الشهيق والزفير في أثناء النطق، مثل انحباس النفس ثم انطلاقه بطريقة تشنجية، كما يصاحبها حركات زائدة عما يتطلبه الكلام العادي في اللسان والشفتين والوجه واليدين. ويعاني الأطفال التلعثم من عمر 2 حتى 6 سنوات في فترة تعلم الكلام، أي التأتأة التنموية، وذلك لأن قدرتهم على استخدام اللغة غير كافية لمواكبة ما يريدون قوله، وهذه تأتأة طبيعية تختفي عند اكتمال مفردات اللغة عند الطفل. لكن تكمن المشكلة عندما تستمر التأتأة إلى أكثر من هذه الفترة وإلى المراهقة والشباب. ما هي أسباب التأتأة والتلعثم؟ لم ينتهي الباحثون إلى يومنا هذا من تحديد الأسباب الأساسية الرئيسية للتأتأة، في حين تلعب كثير من العوامل دورا كبيرا في هذا الشأن. أولا، يمكن أن يكون التأتأة عصبية، وهو الأكثر شيوعا بين الأشخاص البالغين، تحدث نتيجة لبعض الحالات المرضية مثل السكتة الدماغية وإصابات الدماغ الأخرى. أو يمكن أن تكون ناتجة عن التوتر، فالإجهاد الشديد أو الضغط العصبي من الأسباب غير المباشرة في التأتأة عند الكبار. التوتر يؤثر في نشاط الدماغ ويعطل طلاقة الكلام. التأتأة المتكررة من الطفولة أيضا، فالتأتأة النمائية أكثر شيوعا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و6 سنوات، وغالبا ما يتغلب الطفل على تلك الحالة، ولكن بمرور السنوات قد يعاني الشخص مجددا من التأتأة وتظهر من جديد بشكل غير متوقع. يمكن أن تكون أيضا ناتجة عن تناول الأدوية كآثار جانبية لكثير من الأدوية. كما يعتقد أن الحالة النفسية بمثابة السبب الرئيسي للتأتأة عند الكبار، وتعرض الشخص للضغط أو الإحراج أو التوتر يجعلها أكثر وضوحا. ومن أهم هذه العوامل النفسية التوتر والحرمان والخوف وعدم الثقة بالنفس، أو الرهاب الاجتماعي، أو الصدمة النفسية، مثلا موت صديق أو قريب. ويمكن أن نضيف لها أيضا أسباب أخرى، كمثلا التاريخ العائلي المرضي، حيث تزداد فرصة إصابة الشخص بالتأتأة إذا كان أحد أفراد العائلة يعانون من هذا المرض، وكذلك العمر، فتقل فرصة معاناة الشخص من التأتأة على المدى البعيد في حال بدأ في ذلك قبل عمر 3 والنصف. فكلما بدأت الأعراض مبكرا قلت معدلات الإصابة عند الكبار، وعادة ما يتوقف ثلث أرباع الأطفال عن التأتأة في عمر 21 عاما. وكذلك العوامل التي تؤثر على كثرة التأتأة هي عامل الجنس، فترتفع معدلات إصابة الذكور بالتأتأة 4 مرات مقارنة بالإناث. ويعتقد الخبراء أن الأسباب عصبية، ملقين باللائم على طريقة تعامل أفراد العائلة مع الصبيان مقارنة بالفتيات عند معاناتهم من التلعثم. ما هي أعراض التأتأة والتلعثم؟ من أعراض التأتأة صعوبة البدء بكلمة أو عبارة أو جملة، تكرار كلمة أو صوت أو مقطع في أثناء هذا الكلام، رجفة وارتعاش في العينين والشفاه عند التواصل مع الآخرين. يعاني المتلعثم أيضا صعوبة في التنفس، يصاحبها خجل شديد وتعرق في أثناء الكلام. إعادة الكلام في أثناء الحديث في محاولة من الشخص الذي يعاني التأتأة إلهاء من يتحدث إليه وتشتيت تركيزه حتى لا يلاحظ تأتأته. التحدث بسرعة لتفادي التأتأة، وهذا خطأ كبير.
كيف تسيطر على التأتأة والتلعثم؟ من الوسائل التي ينصح بها الخبراء والتي قد لا تخلص من التأتأة نهائيا وإنما تساعد على التخفيف منها والتحكم فيها، أولا تتحدث ببطء. تعد من أهم النصائح الفعالة في علاج التأتأة لدى الكبار، فالتسرع يسبب التلعثم واضطراب الكلام. ثانيا تدريب النفس، حيث عندما تشعر أنك على وشك التأتأة اصمت لثوان وخذ نفسا عميقا بين كل جملة من جمل الحديث وتدرب على ذلك. تدرب على الحديث، حيث يجب عليك محاولة التدرب على التحدث سواء كان أمام الناس أم أمام نفسك أم أمام المرآة أيضا. عدم التركيز على مشكلة التأتأة في أثناء التواصل مع الآخرين، فالتعامل تلقائيا وتجاهل التأتأة يفيد في تقليلها. والتدرب على القراءة عبر تقسيم كتاب صغير سهل مقروء إلى جمل بسيطة من 3 أو 4 كلمات، مع التركيز على استقبال الحرف الأول من الكلمة ومده قليلا للتأكيد عليه. كذلك من الحلول للإقلاع عن التأتأة التوقف عن القلق. يعد الشعور بالراحة والتوقف عن القلق من أهم الأشياء، لأن القلق ينتج عنه توقف عن الكلام أو تكرار للكلمة ذاتها عدة مرات. من بين الحلول أيضا السيطرة على معدل الكلمات، وذلك في الجملة الواحدة كي ينطق كل حرف نطقا واضحا وسليما. التكلم أمام الجمهور كما قلنا، والتعرض إلى المواقف الطارئة، والتدريب على كيفية ضبط النفس وقت التعرض لها، وذلك محاولة لتجنب التأتأة في أثناء هذه المواقف. وكذلك لا مانع من زيارة أخصائي نطق لعمل الفحوصات اللازمة والخضوع إلى برنامج علاجي مدروس يكون منصبا على تعليم المصاب مهارات وأساليب الطلاقة الكلامية وتعزيز ثقته بنفسه. وفي الختام، أهم خطوات النجاح في مواجهة التأتأة أن تعترف بأن لديك مشكلة وأن تتصالح معها وتقرر هل ستجعلها تعيق حياتك؟ أم أنك ستتحداها وتنتصر عليها بالإرادة والتدريب؟ وهل ستتخذ ممن نجحوا في تجاوز هذه المشكلة قدوة لك؟ واجه المشكلة واعترف بها، قل لنفسك أنا أعاني من التأتأة وسوف أعمل على تجاوزها وسوف أنجح. وتذكر دائما أن كثير من الشخصيات الشهيرة كانت تعاني من التأتأة، والتي منها الكاتب البريطاني جورج بيرنارد شو، والعالم إسحاق نيوتن، والممثل بروس ويليس، والممثلة نيكول كيدمان، والفيلسوف اليوناني أرسطو. سيطروا على التأتأة ولم يتركوها تعيق حلمهم، فكانوا أرقاما صعبة في مجالاتهم.